بوجه أبيض فاعلم أنك عبد. ومعروف العبد لا يستطيع أن يتحرك لا يمنى ولا يسر كامل إلا بإذن سيده. فيبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أرقها برغم أنها خمر أيتام وممكن كان يتركها تتحول إلى خل، وطبعا نعم الإدام الخل كما نعلم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام نعم الإدام الخل، قال له لا أرقها فأراقها. فيبقى أبو طلحة وأبو عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب، شوف شوف الواحد من دول يوزن بلد، قال له قم أرق الجرار. فأراق الجرار حتى امتلأت طرقات المدينة بالخمر، كأن في مطر نزل ملأ طرقات المدينة بالخمر. وكان حل الخمر كما قلت لكم أمرا مقطوعا به. خذ كمان، يعلم كل إنسان له مساس بالعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إذا أراد أن يتكلم بالكلمة توقف حتى يجمع الناس جميعا لها، بل كان الصحابة مشاغيل وكان القوت بالمدينة قليلا وعندهم تجارات وعندهم زرع، وكانوا يكونون في غالب أمرهم إما في تجاراتهم وإما في زراعاتهم أو هم مشاغيل على أي حال. فكان يحضر مجلسه عليه الصلاة والسلام الواحد والاثنان والثلاثة ممن لا يبلغ عدد التواتر، وكان يقول ليبلغ الشاهد الغائب. فكان الواحد من هؤلاء الصحابة إذا سمع حديثا يبلغه إلى من لم يحضر، كما قال صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، رب حامل فقه ليس بفقيه إلى من هو أفقه منه. يعني ممكن المستمع ما يكونش عنده من الفقه مثل من يستمع، يعني الذي حضر النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون نص نص، فيبلغ الكلام إلى من لم يحضر هذا المجلس ممن هو أفقه منه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الكبار أصحاب الفتوى والمقدمين في الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول ليبلغ الشاهد الغائب، فكان يذهب الواحد من دول يبلغ، وكانت الحجة تقوم على المبلغ بكلام هذا الواحد. ولعلنا نتذكر حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو في الصحيحين الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، إلا أوله لا زلت حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما حتى حج وحججت وعدد وعدلت. والمهم ذكر أنه وضأه ثم قال يا أمير المؤمنين إني أريد أن أسألك منذ سنة عن شيء وإنه تمنعني هيبتك. فقال ابن أخي إذا علمت أن عندي علما فسلني. فقال له من المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال وعجبا لك يا ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه. قال كنت أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية ابن زيد نتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما. ليه؟ كانوا مشاغيل، وكان عمر الخطاب حريصا على أن يعلم كل شيء من أقضيات النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلامه. فكان ينزل عمر الخطاب إلى التجارة بتاعته والأنصاري يروح عند النبي عليه الصلاة والسلام
فيجلس هذا اليوم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بفتوى يحفظه، قال حديثا يحفظه، حدثت واقعة يعرف إيه الواقعة وقول إليه اللي حصل فيها. بالليل بعد ما يكون عمر رجع إلى بيته يوم يروح الأنصاري يقول له حصل النهاردة كذا وكذا 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 وكذا. تاني يوم عمر الخطاب ينزل عند النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار يروح شغله. بالليل يجي عمر الخطاب للأنصار يقول حصل النهاردة كذا وكذا وكذا وكذا. هل يتصور يعني في عقل عاقل أن يقبل عمر بن الخطاب خبر الأنصاري وحده، خبر الأنصاري وحده، ويقول له أنت فرد وجائز عليك الغلط وجائز عليك الكذب حتى عن غير عمد طبعا، وأن خبرك لا يفيد علما، ولذلك أنا مش ممكن أقبل خبرك ده إلا إذا جبتني كل اللي كانوا قاعدين في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يقصون علي نفس الذي ذكرت؟ هل يمكن في عقل عاقل أن يقول عمر هذا الكلام؟ لو كان عمر يرى هذا الكلام ما كانش عطل نفسه يوم ولا عطل الأنصاري يوما عشان في الآخر يستمع إلى كلام رجل لا تقوم الحجة بخبره. هذا كلام لا يقوله أبدا إنسان عاقل. فمعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجمع للفتوى الواحدة الصحابة كله، إنما كان يفتي بحضرة من هو موجود. وكم من وقائع لم يشهدها إلا فرد واحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيرهم، ولا يعلم الحديث إلا من خبر واحد، زي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا لا يعلم أبدا عن صحابي إلا عمر بن الخطاب. طب فين بقيت الصحاب؟ كانوا فين؟ ما كانش غير عمر بن الخطاب اللي موجود؟ ما كانش غير عمر اللي موجود، ولو كان موجودا لنقل عن غير عمر، ونقله التابعون كما يعلمه أي إنسان مشتغل بعلم النقل. وهذا خبر يرويه عمر بن الخطاب. وكم من أحاديث تفرد بها صحابة لم يرويها غيرهم، فكان الصحابي يقول الكلام فتقوم الحجة بخبره على جميع من سمع هذا الخبر بغير نكير من واحد منهم. فيجي يقول لك خبر الواحد لا يفيد علما ولا يصلح في الاعتقاد، جبت الكلام ده منين؟ هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان. أنا زي ما قلت لكم أن أهل العلم أبطلوا هذه القاعدة من 50 وجها، ويعني لعلي كما إن شاء الله تعالى أتفرغ، وأنا إن شاء الله سأفرد حلقة كاملة أو أكثر من حلقة عشان أجيب لكم الأدلة كلها عشان تعرفوا أهل العلم كيف يتصرفون في الأدلة. الجماعة اللي متصورين إن ما فيش أدلة عند أهل العلم، لا، عندهم أدلة بالمنقول والمعقول، لكن الإشكال أننا لا نطالع كلام أهل العلم، أصرنا أجانب عن علم أسلافنا ورضينا بشقاشق المتأخرين. خبر الواحد عند سائر أهل العلم من غير المتكلمين المتأخرين الذين لا عناية لهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عناية لهم بقانون نقل الأخبار، فيما عدا هؤلاء المتأخرين فالأمة مجمعة، وهذا مذاهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجماهير أصحاب هؤلاء العلماء، أن خبر الواحد حجة، ومسألة التفريق ما بين الأحكام وبين العقائد هذه كما قلت بدعة ابتدعها المتأخرون ليردوا السنة الواضحة التي لا يستطيعون التخلص من دلالتها، بخلاف القرآن كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن القرآن حمال ذو وجوه، إن القرآن حمال ذو وجوه، اللفظ بتاع القرآني ممكن يحتمل معنى واثنين وثلاثة وأربعة، بخلاف السنة كما قلت التي جاءت لتقضي لأحد المعاني على الأخرى. ويعني أكتفي بهذا القدر، ونستأنف موضوعا آخر إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، إن أحيانا الله عز وجل وشاء أن نلتقي بكم مرة أخرى. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.